معنا لاله وفاء من فرنسا. مرحبا لاله. الو السلام عليكم بروفيسور. وعليكم السلام ورحمه الله. لاله وفاء كي داير؟ لاباس عليك؟ كي داير الصحيحه؟ لاباس لاباس بارك الله فيك. مرحبا بك. ربي يخليك. شكرا. الو تفضل. بغيت نهضر في واحد الموضوع شويه حساس. بحالاش؟ كيخص الوالد. ماشي مشكل. مالو؟ علاش حساس؟ بحالاش؟ انا بغيت نهضر عليه خايب. ما تهضرش عليه خايب، غتهضر من واحد الوجهه كتعتبريها فيها نوعا ما واحد الاذى. ما كانش الاذى في هذا الموضوع ما كنتيش غتجبدي الموضوع. توكلي على الله، توكلي على الله، بسم الله. المهم حنا كنا عايشين في المغرب، انا ماما وسته ديال خوتي. هو كان هنا في الخارج، كان كيجي عندنا غير شهر في العام. صافي كنا كنشوفوه مره في العام، كان كيبان لينا ديك يعني الاب كيجيب لنا دي بتي كادو هكذايا. اوكي من بعد دانا معاه الطاليان. خوتي كل واحد شحال كان في عمره، انا كانت عندي لاج ديال 14. المهم مشينا للطاليان، عشنا حياتنا تما. يلاه وصلنا اكتشفنا بانه عنده علاقات مع عيانات خارج يعني مؤسسه الزواج داكشي. صافي ملي اكتشفنا الخيانات ديالو، ماشي مره ماشي جوج، وبحال اللي ديك القناع اللي كان دايرو بحال اللي طاح قدامنا واكتشف يعني على حقيقته. صافي من تما بداو المشاكل. يعني هذه 18 عام ملي تزاد اختي الصغيره اللي دابا حاليا عندها 18 عام. صافي كانوا مشاكل، ماما كتقول انا غادي نهبط نطلق، وبالتالي كيرجعوا يطلقوا عاوتاني يرجعوا. وانا عمرهم ما طلقوا، حيت با كيقول ليها بغيتي تطلقي طلقي، ولكن ما غاتاخديش الحقوق ديالك، ما غاتاخدين عندي والو. لا حول. قالت لي علاش ما ناخذش الحقوق ديالي؟ الحقوق ديالي ناخذها، وديك الساعه تسرد شوي ولا داكشي اللي بغيتي. المهم ما بغاش يبقاو هكذا عيشت لي نقطع عليك. المهم 18 عام ديال المشاكل والعذاب، يعني هاد المشكل هذا عمره ما تحل. المهم بقينا هكذا كنحاولوا نتعايشوا مع هاد الوضعيه. المهم حنايا كنا هو قطع علينا كامل المصروف على ماما وعلى على خوتي اللي كانوا صغار. انا وخواتاتي جوج خواتاتي كنا كنخدموا، ملي مشينا للطاليان كنا كنخدموا يعني كنعيشوا العائله، كنصرفوا على البنات باش يقراوا وداك الشيء. ايوا صافي مؤخرا جابها شي اخبار من المغرب بانه هو راه كيشوفوه يعني مع مرا يعني مزوج، متاكدين بانه مزوج. جات ماما هبطت المغرب هذه شي يومين، مشات المحكمه ديال فاس. مشات المحكمه ديال فاس باش تشوف واش فعلا هاد البيد مزوج. قالوا لها في المحكمه وي فعلا راه عنده اخدا لاكا هذه صافي 11 يعني 11 عام هو عنده هاد. علاش نعتيه بهاد النعت باش تشوف هاد السيد؟ علاش نعتيه؟ حيت فعلا ولا السيد بالنسبه لينا. لا 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 عندك غلط، تاكل العصا هنا، بلاصه واعره عليك بنتي عندك. وننصحك ما تدويش بالجمع. ما تدويش بالجمع، تقول بالنسبه لينا الصباح بالنسبه عندك الجمع خطير عليك، وتنعتيه بهاد النعت السيد راه خطير عليك. اوكي دابا هنا راكي خرجتي من واحد الموضع ودخلتي لواحد الموضع خطير بزاف. دابا الوضعيه راه شيء وتعاملي مع الوضعيه شيء اخر. الوضعيه راه شيء ملخبط، الوضعيه راه شيء ملخبط. راك سمعتي في المقدمه قلت تكلمت واحد الرباعيه، المجتمع تيصنع العصابي، العصابي تيصنع واحد الثقافه معينه، وهذيك الثقافة غادي تخلق لنا الفسوق، والفسوق غيجي غيلوث المجتمع. إذا الأب ديالك من هذيك الناس اللي تخرجوا في واحد الفوج ديال العصابي اللي صنعوا واحد المجتمع في واحد المرحلة معينة. إذا الأب ديالك مشى للخارج بواحد
اضطرابات، بواحد الاكراهات، بواحد التذمرات، بواحد التكسرات، بواحد الاشياء صعيبه. ولكن هو تخرج، هو خرجوه عصابي صافي، عطاه الدبلوم وعطاه الشهاده الاستحقاق بانك عصابي مطبوع. ملي غيمشي العصابي غيلقى العصابون بحاله ويتلقاهم. ثقافتهم شنو هي؟ كيخدموا في العشيه، كيجتمعوا يحطوا قرعه الشراب ويبداو يهضروا في الامور اللي غتفوج عليهم. فاش غيفوج على الراجل اللي هو بعيد عليه مرته وولادو، اش غيفوج له؟ كيف راه يفوج عليهم العيالات؟ اذا غيحطوا قرعه الشراب، غيشربوا الشراب، غيفوج على راسهم بالعيالات، لانهم كلهم خريجي المجتمع اللي كيصنع العصابي. والمجتمع اللي كيصنع العصابي راه في العالم كله، المغرب كيصنع، الجزائر كتصنع، تونس كتصنع، اسبانيا كتصنع، فرنسا كتصنع، العالم كله كيصنع. ها، لان ما حناش في المدينه الفاضله. اذا ملي جلسوا بقرعه الشراب كيفوج على راسهم غيديو في العيالات، بالنسبه له هو راه كيأدي الواجب، كيصيفط الفلوس للمغرب ومستقم في اداء الواجب ديالو، كيعتبر هذيك البلاصه حريته هو، وما خص حتى واحد يطفل عليه. ياك واحد لقيته قال له واحد ضمير ولا واحد صاحبه، ودابا بديتي تكبر واجي الوليدات يكبروا حداك. جاب الوليدات، جاب ماماك، وجاب خوتك وخواتاتك، جبتو جابكم معاه، الى انه الواقع ديالو شنو هو؟ هذاك المجتمع اللي كيصنع العصابي اش كيقول؟ كيقول الراجل ديال المراه في الدار براد الباب مشغولهاش. هذا هو ثقافتهم. ثقافتهم هو المراه شغلها فيه ملي كيدخل عندها للدار، وملي كيخرج من الباب الزنقه لبرا ما خصهاش تدخل فيه. علاش؟ لان هي ماشي باغا تدخل فيه، هي راك تخاف من الحساب ديال الله معاه الا مشات كان فاسق، خايفه عليه من الفسوق، خايفه عليه من الفجور. هذيك المؤمنه المحصنه، ها، باغا تقطع هذاك العرق ديال الشؤم ديال المجتمع كيصنع العصابي، العصابه كيصنع واحد الثقافه، ديك الثقافه كتصنع الفسوق، الفسوق كيرجع لهوت المجتمع، هي بغات تضربها مقص. الى انه هو هذيك الوسيله الوحيده عنده باش كيعرف راسو، باش كيعرف راسو انه فلان اللي كيشحط كوربه ديال الشراب وما كيسكرش. ولكن كيتبها بحال هكا، كتقول لك اودي انا نهار العرس راه عندي كوربه ديال الشراب في الكوفر، راه غنشحطها كله وغنبقى حتى الصباح فايق. كيتباهوا بالجهاله. كاين اللي تيقول لك انا كل ليله عندي صاحبه، كيتباهوا بالجهاله. ولكن هذا الشيء انت واش كيعنيك؟ نو فعلا ما كيعنينيش، ولكن حنا ادينا بزاف من هاد، يعني بحال اللي كبرنا في هاد المشاكل. عفا بنتي، دابا شتي تكبر في هاد المشاكل وتأداي في هاد المشاكل، هاد الشيء كله متفق معك فيه. وياكي تفوتي واحد الخط، راه لفتي غتأدي من نفسك، راه ما غيأديك حتى واحد، غتأدي انت من الداخل، من الداخل غتحسي بواحد الضربه غتضربك وما غتعرفهاش من جايه. اشنو سميتها ديك البلاصه؟ سميتها لا ترونسغري، سميتها لا ترونسغريسيون. عندك ديري ترونسغريسيون، عندك راه غتولي ظالمه، عندك ديري ترونسغريسيون. شنو هي ترونسغريسيون اللي خدامه كديري؟ يا شتي ملي قلتي على هذاك السيد راه وليتي قدو ولا قدك؟ راه انت وماماك وهو وليتو بحال وليتي قدو. ولكن استاذ نبقى كيعني ليا والو، هذاك راه غير محاوله باش تبردي على راسك قداش انت كتبغيه. غير بغيتي تطفي على راسك قداش كتبغيه، بغيتي تطفي شمعه الحب. الدري راه كيبغي باه وباه في الحبس، الدري كيحب باه وباه مجرم، فما بالك انت اللي باك خرج رجلو من شواري الاستقامه، وهذاك الشيء حسابه مع الله ما شغلكش انت. هذاك الشيء حسابه مع الله، هو حسابه مع زوجته اللي هي امك، واش تقولكش انت؟ شتي دابا هي من جهه الام راه معنيه ليكم وكتعنيو ليها، من جهه الزوجه ما خصكمش تطلوا، ما خصكمش حتى تستفسروا شنو دارت مع راجلها، ما تستفسروش، شغلكمش. الا عاودت ليكم بغات غير تفاجئ على ولادها وبناتها، اما ما خصكمش انتوما يكون عندكم تطفل تجيو تهزوا ليزار وتدخلوا لبلاصه الزوج والزوجه. فين كاينه الصعوبة بالنسبة لبنتنا وفاء؟ لا كانت باقا معنا في المكالمة. وي بروفيسور. هذا ولكن باقا معنا وفاء. الصعوبة بنتي، الصعوبة بنتي في أنه كاين الأب اللي كيتعمد يظلم، ولكن كتسمعي في المكالمات ديال المستمعات والمستمعين
مؤخرا راه تكلمت واحد البنت اللي قالت لك باها كان مكنيها بالطعريجه، اللي كان تيعبر ليها في كل لحظه كيشوفها من حياتها وهي كتكبر انه تيكره الانثى. شي هذا اب ظالم، هو حياتها كلها هو تينحر فيها، كينحر فيها من اللي كبرات وتزوجات وباقي تينحر فيها. شنو نصحتها؟ قلت لها تقرعي عليه، قول له هذاك الظالم الا ما سمحتش لك والله دخلتي للجنه، تقول له في وجهه. انا علاش؟ لانه نقدر نواجه. اسمح لي قاطعتك، تفضل تفضل. اسمح لي قاطعتك. دابا واش انا واش باك دار ما لك، نقدرش واش انا باك دار نواجه. لك بحال هادي؟ لا بلاتي يا بلاتي، واش باك دار لك بحال هاد البنت؟ واش انت حياتك كلها كان كيحسس لك بانه ما كيحملش الانثى، ما كيحملش البنت؟ واش كان كيدير معاك هادشي؟ اكزومبل، انا نعطيك ان اكزومبل. بحال ماما كانت كتقول له هكذايا، انا اختي مرضات بديالي، كانت كتمشي دير ديالي سبيطالي، كانت كتمشي دير ديسيون ديالي، عمرها ما مشات عندها السبيطار ولا شافها، وكتجي كتقول له ماما علاش ما كتش يعني علاش ما كتشوفش هاد البنات، ما خاصهم نهضر معاهم ولا تعالى. كتقول له كيقول ليها انا ديك البنات بغيتهم كاملين، نعطيهم شويه مصيبه يموتوا كاملين كل مره. وحنا هي في ولكن دابا البيوت، وحنا ديك في الساعة البيوت انتوما واش في كنسمعوا. ايطاليا ولا انتوما ديك الساعة واش في ايطاليا ولا في المغرب؟ ديك الساعه في ايطاليا، ديك الساعة في ايطاليا. احنا في المغرب كنا كنشوفوا غير مرة غير مرة في العام، غير شهر في دابا العام. ملي مشيتوا لايطاليا واختك مريضة، امك تتقول له يمشي يزور اختك ياك؟ اختي مرضت بفشل ايه ثانوي، المهم كانت ايه مريضة. كتقول له سير شوف بنتك، يعني لو كنت مدب انا معايا بنتك راه ما دارت لك والو، سير شوفها في السبيطار. الاطباء تما في الثانية كيقولوا لها فين هو باك، ما عمرنا ما شفناه هنا، علاش ما كيجيش يشوفه؟ بنتي 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 وافه، بنتي وافه، بنتي وافه. في اخبارك كاين واحد الاشخاص كيعاني من واحد النوع ديال الفوبيا، ما تيقدروش يحطوا رجليهم في السبيطار، ما يقدروش يحطوا رجليهم في المحكمه، ما يقدروش يحطوا رجليهم في الدائره عند البوليس، ما يقدروش يمشي يزوروا واحد في الحبس. بروفيسور اخباركم اخبارك كيمشي للسبيطار، كيدوز على صحته، كيشوف صحته واش هي هذيك، كل شيء بخير وعلى خير. دائما في السبيطار، ما عنده لا دابا فوبيا دابا لا سبيطار ولا محكمة. دابا غير دابا غير تبع معايا يا بنتي، الله يرضي عليك. يمشي يتعالج حاجة، يمشي بصفة الأب داخل في هذيك الصفة حاجة أخرى، حاجة أخرى. أنت باقي ما مزوجة، باقي ما والدة، ياك نو مخطوبة. مخطوبة؟ عمرك سمعتي بهذه المشكلة ديال كتحمل المرأة راجلها كيتفلوح؟ عمرك سمعتي بها؟ كتحمل المرأة راجلها كيحماق، حياتهم مستقرة، كيحبوا بعضياتهم، كل شيء هو هذاك. السيد ما تيعاني حتى بشي اضطراب، حدو تتقول له مرته راه حاملة، وتيبدا الحمل هو جاي كيبان كيبان كيبان، كتلاحظ في راجلها مابقاش كينعس مزيان، مابقاش كياكل مزيان، كيولي معصب، تيولي مقلق، تيقلب غير السبة، يسبها ويقدر كاع يضربها ويتخاصم معها ويتفارق معها. عمرك سمعتي بهذه الحالة هذه؟ شو سببها؟ بسبب الحالة هذه. علاش؟ مرض نفسي. لأنه ما قادرش يستوعب الأبوة، لا فونكسيون دو باترنيتي، ما قادرش يستوعبها. وشنو هي الخاصية ديال الأبوة؟ شنو هي الخاصية ديال الأبوة؟ شنو هي الخاصية ديال الأبوة؟ أن الدري كيحمل الكنية ديال باه. دابا أنت راك حامل الكنية ديال باك. دابا شتي كاين بعض الرجال ما تيقدش يعيش دري حامل كنيته، ما تيقدش، تيقد هو يعيش حامل الكنيه ديال باه هو، ولكن ولده يحملها ولا بنته تحملها كتفلوحو. دابا كيفاش دري يحمل الكنيه تحمق؟ كيفاش؟ اوكي بروفيسور، ولكن من الاول ما يولدوناش، ما يولدوش سبعه وبالتالي يعيشونا في المرار حياتنا كامله، الله ينورك ومازال الله ينورك الان ديك الساعه ما يولدوش. الله ينورك الله ينورك الله ينور. دابا هذيك الساعه ما يولدوش، شكون اللي غادي يوعيهم بها؟ يولد واحد. شكون اللي غيوعي؟ قلت لماما مني شفتي هو هكذايا، قلتي مع واحد وزوج شفتي هكذايا، ما تزيديش الثالث والرابع والخامس علاش علاش؟ الله ينورك الله ينورك الله ينورك. شحال في عمرك يا وفاء؟ 31. 31. هذا الالم شحال من عام هو معك؟ ملي كانت عمري 14 عام. من 14 دابا تيجي بهذا الالم؟ انا خواتاتي البنات كاملين.
ياك دابا خويا دابا لو خويا كنتي تمشي للمحكمة وكانت شي محكمة تقبل منك الدعوة، شكون اللي غدعي؟ أدعيهم دعي بجوج، امك، دعي باك، دعي أدعيهم بجوج، بجوج. والله أدعيهم بجوج هما بجوج هما بجوج. انا في بلاصتك ما غندعيهمش بجوج، غندعي المجتمع اللي كونهم، حيت هما بجوج راه ضحية للمجتمع، غنمشي ندعي هذاك المجتمع. ولكن واش تقدري تدعي المجتمع غير موجود؟ ما تقدرش تنعتو في واحد الشخص معين. شي دابا انت قدرتي تنعتي امك وباك لقيتهم قدامك، هما راه ضحايا واحد المجتمع، ضحايا واحد العقلية، ضحايا واحد الحقبة اللي كان فيها الجهل والجهالة، اللي كان فيها تباهي بالخطيئة، مجتمع كيتباهى بالخطيئة. إذن دابا انت واش بغى فيك ربي الخدمة وبغى يعذبك؟ أو ربي لا الحمد هذا؟ لله، ما هذا ربي الحمد الله يرضي الحمد عليك، لله الحمد الله لله يرضي عليك. عليك. باش عرفتيه ابتلاء؟ حيت الابتلاء هو واحد السيتواسيون ما كتقدرش تغيرها، كتبقى معاك، هو ما أن كيكونش انت الابتلاء، يدك فيها. باش كنعرفوه كنخرجوا منه واعيين، ما كنخرجوش منه حمقين. فوالا انا ما بغيتش نوصل يعني ديجا الله عندي ينور، ما ديبخيسيون، عندي ستريس، عندي الله بورنات، يعني ما بغيتش الله نزيد. ينور. علاش؟ علاش عزيزتي؟ علاش؟ وصوني قولي علاش كتعاني لحد الآن من 14 ل 31 راك كتعاني، علاش كتعاني؟ علاش؟ لأنك تحرمتي وما قدرتيش تجاوزي الحرمان، حرمتي وبغيتي تحاسبي اللي كان سبب في الحرمان، وهو الحل ماشي نحاسب اللي كان سبب في الحرمان، الحل انني نتجاوز الحرمان ونمشي للسعاده. دابا انت بغيتي تحاسبي، بغيتي ديري لي كونت، تي فو ريغلي لي كونت نو نو مع نو نو هذاك اللي كان. بروفيسور، نو جو فو با ريغلي لي كونت، جو مون فو، يعني هذيك حياتهم عاشوها هكذا كما بغاوها هما. ايوه المهم ولكن هذه راه غير جمله، هذه اوكي راه غير انا جمله من اللي قلتي، تعاديت، جو مون انا فو. تعاديت وخوتي تعادوا اوكي، وبغيت نتجاوز، ولكن تجاوز دخلت ديبريسيون، خديت الادويه ديال ديبريسيون، تجاوز كنت وي كنمشي انا كنقرا في الصباح وكنخدم في العشيه باش نتجاوز، كنت كنوكوبي النهار ديالي كامل باش ما نفكرش في المشاكل، حيت اما كنت غادي نمشي ندير لا بوت في طاليان، واما كنت غادي نبقى في الطريق ديال الله نبقى جالسه مع والدي، الله ينور، يعني اما الله نخرج ينور. ندير لا بوت واما نبقى في دار والدي نتحمل. ملي كان هما كان كيدابزو كندير الكاس، كندير لا ميوزيك بس ما نسمعش ديك الدباز والمعيول. كان عندي جوج طرقات، اختاريت انا الطريق الصعيب، بقيت مع والدي، بقيت كنقرا وكنخدم، وجيت كما سنو منين تلاقيت بولد الناس انا، ولكن ما يمكنليش انا، يعني جاوني فرص ديال الزواج باش نخرج، ولكن ما بغيتش انا نعاود نفس اش كيقولوا له، الو نفس دابا دابا السيتواسيون اللي دابا دار والدي، نتزوج باللي كان لا ونولد لا 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 ونعاود لا لا الاستوار. وفاء، لا لا وفاء، انت امراه ذكيه ياك، اعطيني شويه من الذكاء ديالك وحاول تثبت شويه من الشجن ديالك. شنو فهمتي من اللي قلت لك كلمه الشجن؟ الشجن هو الولدنة، نعم هو الولدنة لا، الشجن هو واحد الحزن، واحد النوع من الحزن، وكيعني كذلك عند العرب هاد الشجن كيعني ما تشعب من الأمر. الشجن هو واحد الحزن وفيه واحد الهم كبير، وكيعني ما تشعب من الأمر، ياك يعني ما تشعب من الأمر. دابا الأمر اللي عندك فيه الشجن راه فيه تشعب، ياك نحاولوا نجروا منه غير جوج خيوط، حيت دابا هما راهم داخلين سو انتريكي بعضياتهم، سو انتريكي، نحاولوا نجروا غير جوج خيوط. داكور، لا تيوري ديال لي مينون جاك لاكون، لوريجين دو لا فروستراسيون سي لا مير سامبوليك،
Et l'origine de la privation, c'est le père imaginaire. L'origine de la frustration, c'est la mère symbolique. Et l'origine de la privation, c'est le père imaginaire. واحتاج قلت لك الشجن كيعني الهم والحزن الشديد وكيعني ما تشعب من امر ما تشعب سي كي هي واحد ليليمون شويه يخرجوا لنا دي برونش دابا تطالوك انت كتهضري في لي برونش المتشعبه انا بغيت نرجعك لغاسين لا فرستراسيون لوريجين ديالها سي لا مير سامبوليك لا بريفاسيون لوريجين ديالها سي لو بير ايماجينير الوغ سير علاش هاد العالم جعل لوريجين دو لا فرستراسيون سي لا مير سامبوليك وانت راكي من قبيله كتكلمي على لا فرستراسيون علاش تربطها بلا مير سامبوليك علاش ما ربطهاش بلو بير لا راه هي الحياه اي هو الكلاش قال لينا الكبت اصله الام الرمزيه قال لينا الكبت كله الاصل ديالو الحقيقه ديالو من الام والحرمان من الاب لا بريفاسيون من عند لو بير ايماجينير لا فرستراسيون من عند لا مير سامبوليك علاش هذا العالم جعل لا فرستراسيون متصله بالام علاش علاش قلت لك انا اعطيني الانتيليجونس ديالك باش نفكروا شويه ونفهموا شي حويجات مستعده شتي الام ملي كتدخل في الوظيفه ديال الامومه وكتولد ياك بالخصوص لا قدر الله لا عندها الولاد بزاف عندها جوج عندها ثلاثه غتولي شبه ميته غتولي غير بحال الروبو كتادي الوظائف روبو بروغرامي كتعود تشوف روبو كتفيق الصباح كيخصها تمشي تصبين تغسل المواعن تنشر تسيق تكرط تطيب الكود كود تهضر في التليفون بالغوات وتطيح ميته مع الليل تخيل يكون عندها واحد الرضيع في هذيك اللحظه وهي روبو شنو داك الرضيع غتبقى غتعطيه البزوله بحال شي لاباري باق فمو بط 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 تعمر له كرشو مق تفرقو تا 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 تهزو تلعب به تا 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 تصورو صيفط تصور ترقدو هذاك الطفل واحد اللحظه ما تيبقاش حامل لا تعطيه الرضاعه لا تعطيه البزوله لا تبدل ليه لا تلعب به باغي غير واحد اللحظه تبرك معاه بالبال ديالها بالخاطر ديالها تبرك معاه ما باغي والو شتي هنا فين كتضرب النزعه المازوشيه في اللحظه هذه هي ملي كتكون الام كتقول الاشياء بدون حياه هادشي عشتيه مع امك ولا ما عشتيهش؟ واه عشتيه بزاف ولا شويه؟ بزاف لاحظتي انا اللي ديتك لهاد الجهه ماشي انت ما كانش عندك استطاعه تحل هاد النافذه والله ما تقدر تحلها بوحدك ما كان حيدش اللومه على باك راه ظالم راه مخطئ ولكن راه الاذى لو كانت الام عندها درايه كان عندها عرف كانت اللحظه اللي هي تحرمات من زوجها في شي بلايص خصها تعوض هذاك الحرمان باش هي ما تظلمش معكم نتوما اللي ضعاف بين يديها هي دارت امنا الارض ودارت هذاك الصبر اخبارك بان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى على واحد النوع من الصبر ينهى عن صبر الوجاء ينهى احنا مسلمين كينهى النبي صلى الله عليه وسلم على صبر ما شنو هو صبر الوجاء هو تتولي شبه ميت وانت يا غادي مكمل انت راه شبه ميت ملي تبقات كتحس لا في لحمها لا في ذاتها لا في ودنها لا في خاطرها ما كتحش هذا هو صبر الوجاء صبر الوجاء ما كيبقاش يحس بنادم ما كيبقاش يحس ولكن غيحط لك الماكله وغتلقى الارض مسيقه وغتلقى الحوايج مصبرين وغتلقاهم محدين وغتلقاهم مرتبين في بلاكار وغتلقاها باركه موميا قابله معك موميا وجهها صفر تجاعيد وجهها ازرق وقابله معك اذا انت اش كتشوف كتنقل الكراهيه لهذاك اللي كان السبب اللي هو الراجل اللي غايب عليها اللي هو كذا ولا كذا ولكن هي راه دخلات في صبر الوجاء وتنهى على النبي صلى الله عليه وسلم وما عرفاتش راسها راه كدير واحد الاثم وكتظلم زريعه رقيقه بين يديها واش هي واعيه في هذيك اللحظه راه ما واعياش شي ديك الساعه يجي معاها باها ما واعياش يجي معاها خوها ما واعياش يجي معاها راجلها ما واعياش علاش لان عنده واحد الثقب كبير وسط البطن ديالو واحد الثقب قداش
سميتو الحرمان مخرج قداش، شكون اللي عمر هاد الثقبة؟ شكون؟ حتى واحد. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يملأ جوف بنو آدم إلا التراب. هذا هو النصيب ديال الأم في الظلم اللي هي ضحية. أنا ما كنلومهاش، أنا غير كنوريها المسؤولية ديالها اللي بغات توعى بها. تكوني مظلومة حاجة، أنك تولي ظالمة وما واعياش، راه واخا حقك راه مكتوب عليك، واخا ما واعيينش راه مكتوب علينا. إذا دابا لاحظتي الأذى راه عندك جوج بلايص، عندك في واحد الأب بعيد داير الأذى، وعندك في واحد الأم قريبة اللي ما خلت لكمش البلاصة فين تلوموها ولا تنتقدوها. هو نقولوا بعيد كاع ما كاين، ما عندنا فاش نلوموا بعيد، هو اللي معانا كنديروا نتقدوها. هاي ولدت سبعة، وما السبعة ما نقدرش نعيشوا سعادة مع سبعة؟ ما نقدرش نعيشوا السعادة مع عشرة؟ شنو المشكل؟ ما كتشوفش واحد البرامج راهم كاين في أوروبا بالخصوص فرنسا كي عنوانهم فامي اكس 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 ال؟ وين؟ عمرك شفتيهم؟ ياك شفتيهم؟ وين؟ ها؟ حدينا شويه عليهم عافاك، يعرفوها يعرفوها المستمعين المغاربه شنو هي هاد لافامي اكس اكس ال؟ كيلو كيديروا كيعيشوا مع العائلات هكذايا في المنازل ديالهم، وكيوريو كيعيشوا. شحال شحال الاولاد؟ شحال الاولاد عندهم؟ شحال الاولاد عندهم؟ كيكون عندهم شحال عندهم؟ 6 7 كيكون عندهم 6 الاولاد 7 مينيموم 4. كيفاش عايشين؟ سعاده ولا جاع؟ كيفاش عايشين؟ سعاده ولا ماشي سعاده؟ وي ياك كتشوف عايشين سعاده. كتلقى المراه كتبدل ليكوش لخمسه الدراري، وكتشوف المراه غتوصل الخمسه د الوليدات ولا سته د الوليدات، وكتشوفها غدير كاسكروت لعشره الدراري. دخلنا عليك بالله، واش كتشوفي وجهها في السعاده؟ واش كتشوفي الاب وهذيك الاسره كيعيشوا؟ ماشي العداد اللي كيخلق مشكل، ماشي يكون عندك واحد ولا جوج، سوا واخا واحد راه تعقدوا، شي واخا جوج يعقدوه. علاش يا بنتي؟ علاش؟ لانهم هما التوازن ديالهم بانين. هاد الناس اللي معطوبين على الاخر، التوازن ديال الام ديالك بانيه على الاخر، التوازن ديال الاب ديالك بانيه على الاخر. شكون هو الاخر بالنسبه لبكم العيالات؟ شكون هو الاخر بالنسبه لامكم الرجال؟ دابا شنو الفرق بيني وبينك؟ دابا انا كنبان لك بالي التوازن ديالي على الاخر انايا؟ نو ها؟ انا ما باليش التوازن ديالي على الاخر، انا كنحب الاخر وما عطالش على الاخر، انا كنحب الاخر وما عطالش على الاخر، لان سيدي ربي خلقني فرد، ما خلقنيش نص وقال لي سير قلب على النص الاخر ديالك وتلاصق فيه. كاين واحد كاين واحد المخلوق في البحر سميتو لو سيفون، عرفت الخاصيه تاع هذا المخلوق؟ انه اجزاء كتقلب على بعضها وغيتصلوا باش يوليو مخلوق مقاد. عمرك شتي بحال واحد عند واحد الجزء عنده الراس وكيعوم في البحر، واحد الجزء عنده الصدر عنده الريه كيعوم في البحر، واحد الجزء عنده المصارن والمعده كيعوم في البحر، واحد الجزء عنده الغائط كيعوم في البحر، واحد الجزء عنده الجهاز التناسلي كيعوم في البحر، والترى بحال اللي كتقول حوته مستقله، وملي كيتلاقاو بعضياتهم كيتلاصقوا، تيولي هذاك الجزء اللي عنده المعده مع المصارن كيتلاصق مع ذاك الجزء اللي عنده الريه، ذاك الجزء عنده الريه كيتلاصق مع ذاك الجزء اللي عنده الراس، وكيوليو مخلوق واحد. حنا الله ما خلقناش بحال هذا، حنا خلقنا مستقلين، ولكن في العقليه ديالنا واش كنقدروا نكونوا مستقلين في عقليتنا وفي نفسيتنا؟ كنقدروا كنقدروا؟ دابا باك حقيقه يحب العيالات ولا ما تيقدرش يقول لا للعيالات؟ ما كيقدرش يكون الا وهو مع العيالات، ما كيقدرش يقول لا. انت راك درتيها في النيجاسيون ذكيه، قلتي ما تيقدرش يكون الا ذكيه. انا ما درتش النيجاسيون، نو نو انا ما درتش النيجاسيون، انا درت لا كومبليتود، درت لا كومبليتود الى نون كومبليتود، بمعنى انه ما تيقدرش يقول لا، لانه كيعتبر نفسه عنده واحد الحاجه هي ما عندهاش. شنو هذيك الحاجه اللي عنده هي ما عندهاش؟ انه هو فرحان بالقضيب ديالو. ايوا ما هنايا ما غنرجعكش لواحد الثقافه انت راكي باقا صغيره، ثقافه راه كانت في العشرينات في المغرب وفي الثلاثينات وفي الربعينات ومن قبل، كانت المراه الى ولدت البنت كيقولوا لها بلا ما تقوليها لينا، ولا ولدت الولد كيزغرتو جابت له الفحل كيقولوا جابت له، بحال اللي هي طلعت لعند سيدي ربي واختارت جابت الفحل جابت. طيب وولدات بنت، ملي كيكون بنت كيقولوا ولدات بنت، وملي تيكونوا الفحل تيقولوا جابت، وكتحس براسها هي بحال عندها وسام
بحال اللي عندها وسام. تخيل هذاك الفحال يكون مكلخ، وغالبا راه تيكون مكلخ اللي تقال عليه فحال راه مكلخ. تخيل داك الفحال ويكون مكلخ وتقال عليه الفحل، ما غيقرا مقاد، ما غيولي ذكي، غادي يولي عا كيتباهى بصون اورغان بينيا كيتباهى به. كتبان لك هذا مجتمع، هذا كيبان لك هذه العقليه غتخرج شي حاجه فيها حضاره. هذا شدوه صيفطوه لطاليان. هذا اذا المراه اللي هي او مونك ولا اليكس فريم لو مونك، هو داير بحال داك السربيب قهوه هالصينيه فيها الكيسان ديال المناضة، اللي عطشان تيدير سيرفو بلاي غارسون، كيجي كيجري بالصينيه ديالو تيقول له هكا هكا انا عندي عندي هكا لا انا عندي عندي، هادشي اللي داير هو، هادشي اللي داير. دابا النقطة الثانية اللي ما قدرتيش تمشي ليها عاوتاني، هي الصداع اللي بينه وبين بين الأم ديالك، سببه الكراهية ولا سببه الحب؟ كان الحب شحال هذا دابا ولات كراهية؟ ولا هو كيبغي يموت لواحد؟ قولي الله اعلم، قولي الله اعلم. واحد لو بوان، واحد باغي يقتل الله. واش تقدري تقولي الله اعلم؟ الله اعلم. بارك راه الرغبه هي اللي وصلت لهذه الحاله هذه، حيت راه هو كيبغيها وهي كتبغيه، غير كيفاش اداوا بعضياتهم ما بقاتش هذيك الرغبه، كتلقى فضاء فين تخرج. اداوا بعضياتهم، هي اداته وهو اداها، باش دابا ها هو باين فين اداها هي وهي فين اداته. دابا هو باين، انت شتي تيزني وما تيزورش بنته المريضه وتيقول الله يعطيهم كذا ويقطعهم عليا، ها هو باين فين فين ادا وهي فين اداته هو. ما عطاتوش داك الشيء اللي باغي هو. قولها بشكل اخر. نتعاتوش كيما هو باغي يتمتع، جو سي با. لا لا اعمق، لا تبارك الله عليك، راك شجاع. مشيتي مشيتي مشيتي. تخيل شي واحد كتبغيه واحد الدار وانت عارف في هذيك الدار وكتدق وما كيحلش، ما كيحلش من خلك، انت كتدق عارف كاين في الدار وهو ما تيحلش، واحد لقيتها ما غتسبوش ما غتعايروش، شنو اللي غيجعلك تسبو؟ لانك محروم منه، لانك محروم منه. دابا دابا حنا مغار خوفي الصغر. نعم تفضل. هي كانت كتقول له بغيتي تمشي تعيش حياتك ودير داك الشيء اللي بغيت، طلقني واعطيني حقي، اعطيني الحقوق ديالي وسير سير في حالاتك الا بغيتي تمشي. ولكن هو قال لها ما نعطيك حتى حاجه، غتسني لي الورقه ديال الطلاق وغتخرجي، ما نعطيك حتى درهم. هكا بنتي بنتي واف، بنتي واف، ما باغيش تطلقني. بنتي واف، دابا شتي هو تيبغيها وهي كتبغيه، تيبغيو بعضياتهم في واحد الوضعيه حاشاك خامجه، ولكن راه تيبغيو وراه تيبغيها وهي راه كتبغيه، ولكن الوضعيه اللي هما اللي هما شكلوا حولهم، هذيك الوضعيه اللي دارها هو خطا، هو مشى زنا، هو مشى تصاحب، هو مشى رون، هذيك الوضعيه خطا فيها. دابا الوضعيه هي تشكلات، هي تشكلات. دابا ملي كيكون واحد تيبغي الاخر ويقول له طلقني، كيسعره. دابا ما خلينا من جهه انه وضعيه خامجه، هاي وضعيه خامجه، ولكن هو راه تيبغيها، هو راه تيبغيها. اذا شنو خصها دير هي؟ يا اما تمشي تسلت، ما تهضرش، ما تقول له طلقني ولا تزيد في حالها بالسكوت، وتمشي دير الاجراء ديالها بالسكوت، تاخذ محامي ولا محاميه ودير الاجراء ديالها بالسكوت، ما تهضرش، وتجي هذيك الدقه ديال السيف تق وتيموت وكتموت العلاقه دقه واحده. اما ملي كتقول المراه للراجل هو عارفه تيبغيها، لان راه مذكي العيالات عندك، انتم راكم الدراري غتشوفوا غير الفيلم دخليع من برا، يبان لكم باكم كيتعايروا كيتسابوا، هذا الشيء الفيلم دخليع، ما هما الشياطين الكبار عارفين بعضياتهم يبغي بعضياتهم، هما راه تيعرفوا، ما تيراعيوش اللي مشاعر بعضياتهم. الوضعيه خامجه شيء، الرغبه والتعلق بهذا بهذه راه كاينه، هما تيعتبروا بحال الحب والرغبه ما كاينش، هو راه كاين، راه هو اللي كيولد العنف، راه هو اللي تيجعل لو كريم باسيونيل تيولي واحد قاتل الاخر، لو كريم باسيونيل سببه هذاك. اذا شتي ملي تعرف راجلك تيبغيك، وتعرفي المراه كيبغي راجلها والراجل كيبغي مرته، تعرفوها،
ملي غتبغيو تطلقوا ما تهضروش طلاق، ديروه تكلموش فيه، ديرو ديروه. الراجل يمشي عند المحامي ويقول له سيدي انا كنبغي مرتي بقيت قادر نعيش معها الله يخليك، طلاق تشق ضربه موس تشو مشى عند سارينا. اما ملي تدويو فيه هذاك راه كتجعلو لا بولسيون سادو مازوشيست، كتقيسو واحد البلاصه سميتها لا بولسيون سادو مازوشيست. شنو هي لا بولسيون سادو مازوشيست؟ اديني ضربني حرقني باش ناديك ونضربك ونحرقك ونبقاو في العلاقه، حتى الاذى راه كيخلي العلاقه باقيه. باش تعرفي انه النفس ما كترحمش شي واحد، كتدخلو في متاهتها في اي ظرف. لهذا العقلاء ملي كتشوف الظرفيه ما بقاتش صالحه للزواج، السيد مبلي بالزنا، السيد مستوعب ثقافه الزنا، السيد معنعن على اساس صحيح، عنده سند الى صوتو اغريج بانه سكيل فيه سي جوست، اذا هي غتجي من حيث المبدا وغتلقى بانه المبدا ديالها ماشي في هذيك الوضعيه، كترجع للور كتهز وليداتها كتقول ودي انا غدا غير مسافر حكا ونعاود نرجعو، وكتدخل المغرب وكتاخذ واحد المحامي ولا محاميه وكتقول سيتي راه الظروف ها شوفي ها شوفي، كتش قادره مبدئيا نلقى واحد الراجل اللي كيهزني سيرنا نونج بابا. واخباركم بان الطلاق تيحمي الحب، المرأة اللي طلقات بشكل نقي ورجل اللي طلق بشكل نقي راه تيحمي الحب، او تكون عندنا القدرة على مراجعة انفسنا بجوج. لاحظتوا هنا بحكم الذكاء ديال 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 اختنا وفاء، بالصبر ديال اختنا وفاء، بجوج ضحايا وبجوج ظالمين، بجوج ضحايا، هو راه بنفسه ضحية، هذاك الظالم راه ضحية وهي تا هي ضحية فعلا، وراه بجوج عندهم نصيبهم في الظلم، هو عنده الظلم وهي عندها الظلم.